يأتي هذا الملتقى العلمي لإبراز جهود الشيخ محمد بن بكر أرشوم والتطرق إلى سيرته العلمية الحافلة ومسيرته الدينية والإصلاحية، كما يقف عند جهوده الحثيثة خدمة للتعليم والمجتمع. عرفناه في ميدان العمل في التدريس في مدرسة الفتح وجمعية الفتح، وفي ميدان الإصلاح الاجتماعي عموما في منابر المسجد وفي الإصلاح الاجتماعي وفي تنقلاته، كنا معه في أغلب مشاريعه. عرفنا منه المبادر، عرفنا منه المفكر، عرفنا منه المخطط، عرفنا منه الذي يحمل هم الأمة. نستذكر فيه وجوده أو حضوره القوي في مؤسسات المجتمع العرفية والدينية والاجتماعية، وبصماته التي تركها في المجال التربوي والمجال الاجتماعي والمجال العلمي والديني. فهذه الجوانب التي تميز بها هي التي جعلته نموذجا أو مثلا للإنسان الإيجابي. ما ذكر عنه شيء الكثير بصفته عالم مفكر من علماء الجزائر، وسعداء فعلا لحضورنا لهذا الملتقى. ولأن جيل اليوم بحاجة إلى قدوة حسنة، يعد الشيخ نموذجا للشخصيات الإصلاحية التي استطاعت أن تجمع بين العلم والعمل، ومثالا خالصا تستلهم منه قيم الصبر والتفاني من أجل الدين والوطن. يعني لا يجد شغل يغلب نبسيون الآثار البصمات. إن شاء الله شغل شنين الشباب اليوم اللي جان شغل أنستفاد سي سواني يجد أنكمل سواني لا يجد إن شاء الله أن نكون خير خلف لخير سلف. الوالد رحمه الله كان يعني متواضعا وبسيطا، وكان الأب وكان الأخ وكان صديق، والحمد لله كان حريصا على لم شمل الأسرة. إن الهدف من تنظيم هذا الملتقى العلمي لحقهم علينا أن نذكرهم بالخير ونوزهم بالدعوات لما قدموه نفعا للبلاد والعباد والأمة بصفة عامة. يمضي الرجال ويبقى النهج والأثر، وآثار شيخنا الفاضل بارزة في مختلف مشاريعه وإسهاماته ذخرا لجيل اليوم والغد. في الرياضة وضمن الألعاب الأولمبية وفي التجديف، تأهل الجزائريو سيد علي بودينا إلى الدور ربع النهائي بعد تصدره التصفية الثالثة في الدورة الاستدراكية بتوقيت قدره 7 دقائق و10 ثوان و23 جزءا من المئة. هذا وسيكون الرياضي الجزائريو سيد علي بودينا على موعد مع ربع النهائي في 30 من شهر جويلية الجارية. وين من الاول كنت نماني لاكورس، كنت في هادئ في السباق تاعي، وكان سباق جيد بالنسبه لي، الريتم كان جيد، والحمد لله قدرت نفوز بهذا السباق.